بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إخوتي الأعزاء الكرام متابعي ومشاهدي قناة الأحجار الكريمة وعلوم متنوعة. في هذا الفيديو سأخذكم في جولة على هذا الشاطئ. هذا الشاطئ شاطئ صخري تكثر عليه انهياراته أحجار نارية من المجماتيت تحوي على عروق من الكوارتز والفيلدسبار والكالسيديون وغيرها. نشاهد هنا مجموعة من الأحجار التي وجدتها على هذا الشاطئ. هذا مثلا حجر من الكالسيديون كما تشاهدون الشفاف. هذا أيضا من أنواع الكالسيديون، أحجار جميلة. طبعا إخوتي الكرام هذه ليست ذات شفافية عالية، يمكننا رؤية حركة يدي خلفها. هذه أقل شفافية ممكنة. عند صقل هذه الأحجار يمكن أن تظهر بشكل جميل ورائع وخلاب. أيضا هذا من أحجار الكوارتز، شاهدوا إخوتي الكرام. إذن يمكننا أن نجد أحجارا جميلة بإذن الله على هذا الشاطئ. رافقوني لعلنا ننال المتعة والفائدة. أثناء السير وجدت هذا الحجر الجميل من العقيق الكارنيلي، شاهدوا إخوتي الكرام. شاهدوا هنا تكثر معادن الميكا على الأحجار، هذه من الأدلة على وجود أحجار جميلة. شاهدوا أيضا هذا الحجر، ما شاء الله حجر جميل، حجر جميل من عقيق الكالسيديون. أيضا شاهدوا حجر جميل وكبير. مثل هذه الأحجار يمكن أن تكون ذات قيمة جيدة لأنها عند صقلها يمكن أن تبدو بشكل جميل ورائع، بالذات أن هذا الحجر كبير الحجم. نتابع سيرنا على هذا الشاطئ الصخري. إخوتي الكرام انظروا معي إلى هذا الحجر الجميل الذي وجدته، ما شاء الله تبارك الله، أظن أنه من أحجار البيريل. شاهدوا اللون الأخضر الجميل لهذا الحجر، حجر رائع وجميل ما شاء الله. طبعا شفافيته ليست عالية، هنا يوجد بعض الأكاسيد التي تغطي هذا الحجر، لكن بصقله وتنظيفه سيبدو رائعا جدا. إذن إخوتي الكرام على هذا الشاطئ يوجد أحجار البيريل، هذا ما على ما أعتقد أنه من البيريل. أرجو أن تضعوا رأيكم في التعليقات على نوع هذا الحجر. إخوتي الكرام شاهدوا معي هذه الصخور النارية من المجماتيت على هذا الشاطئ. شاهدوا معي هذه العروق من الكوارتز والفيلدسبار. هذا الحجر الأخضر الذي وجدناه قبل قليل، شاهدوا جفت المياه عنه، ما زال يتمتع بلون أخضر جميل. شاهدوا إخوتي الكرام حجر جميل ورائع، منذ مدة لم أجد مثل هذا الحجر. طبعا تكسوه الأكاسيد، أنا متشوق جدا لصقله ومشاهدته بعد الصقل. شاهدوا إخوتي الكرام هذه هي عروق الكوارتز والفيلدسبار. أنا أبحث بهذه الطريقة، لا أتعب نفسي في الحفر في أي مكان. يجب أولا أن تجدوا أحجارا جميلة وذات شفافية جيدة وألوان جميلة كهذا الحجر، ثم عندها يمكنكم البدء بالبحث حرصا على عدم ضياع الوقت والجهد في البحث في أي مكان. نتابع سيرنا على هذا الشاطئ الجميل. إخوتي الكرام صعدت هذا المنحدر الصخري ونزلت من هنا. أيضا هنا وجدت هذا الحجر الجميل، أيضا حجر من أنواع الكالسيديون. شاهدوا إخوتي الكرام حجر بلون برتقاليا محمر وفيه ألوان مائلة إلى الأخضر قليلا. أيضا هذا الحجر الذي وجدناه سابقا أيضا حجر جميل كما تشاهدون، ألوانه جميلة و
عند تقطيعه إلى شرائح يمكن أن يكون أكثر شفافية. أما أفضل ما وجدناه لهذا اليوم هو هذا الحجر من، أعتقد أنه من البيريل، أنا حاولت خدشه بالكوارتز لم ينخدش وخدش الكوارتز. البيريل أقسى من الكوارتز، فقساوة البيريل تتراوح من 7.5 إلى 8 درجات على مقياس موس، في حين قساوة الكوارتز مثل هذا أو هذا تتراوح من 6.5 إلى 7 درجات على مقياس موس. لكن الحكم النهائي هو حساب الكثافة. سوف أزيل هذه المناطق التي تحوي ترسبات لأنها ستؤثر على حساب الكثافة، أحاول أن أقتطع جزءا صغيرا وأقوم بحساب كثافته. طبعا اليوم أنا أحس بحماس شديد، حجار جميل جدا. في نهاية هذا الفيديو أرجو أن يكون الفيديو قد حاز على إعجابكم. إن أعجبكم الفيديو أرجو الضغط على إشارة لايك وسبسكرايب للاشتراك في القناة لمتابعة كل ما هو جديد لنا من فيديوهات، وأيضا لمتابعة فيديوهاتنا القديمة، وكذلك تشجيعا لنا لإعداد المزيد من الفيديوهات التي تتعلق بعلوم الأحجار الكريمة والعلوم المتنوعة. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قادم بإذن الله عز وجل، بأمان الله وحفظه أستودعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.